ركله حره نجمويه حاليا مره جديده، الخطوره ممكن تكون من الكرات الثابته خصوصا بوجود لاعب مثل خالد تكجي بيعرف يصنع هدف كثير منيح. خالد بيلعب الكره لداخل المنطقه، جول! ماهر صبر اكد على كلامي بمهارته بالكرات الراسيه، خالد تكجي بيعرف يصنع الاهداف كثير منيح، مهندس لعيب فنان، حط على رأس ماهر صبرة بالمسطرة، وماهر بكرة رأسية من مسافة قريبة وبعكس مجريات المباراة. بعدنا عم نقول على العهد الأكثر استحواذا، العهد الأقرب لافتتاح التسجيل، لكن ماهر صبرة غير كل شيء. شوفوا بالإعادة، خالد تكجي بعين الصقر بالنظرة بالهندسة، يا سلام يا سلام، ما الكرة حط خالد تكجي. 10 دقائق اذا مروا على انطلاق الشوط الثاني، والعهد بمهمه البحث عن هدف التعادل عن السبع. هون عم يبعد الكره، الخطوره لا تزال داخل منطقه الجزاء. جول! محمد ناصر مره جديده عم يظهر وعم يسجل لفريق العهد. محمد ناصر عم يعادل النتيجة للعهدويين بعد ضغط كتير كبير. قلت العهد عم يضغط، ما بده شيء، ما شايف شيء غير المرمى، ما شايف شيء غير شباك علي السبع. محمد ناصر اذا عم بفك الحصار النجماوي، الحصار طبعا للمنطقة النجماوية، دفاعا من النجمة كان قبلها حصار هجومي من العهد. هون دخول محمد حيدر، شوفوا شو مهم كيف عكس الكرة بشكل سريع، وصلت لمحمد ناصر، سدد علي حمام على خط المرمى.